بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في فيديو جديد في قناة سهى محمد. فكر دي أتغير حياتك. لو أنت أول مرة تشوف القناة أطلب منك الاشتراك والتعليق وشير القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أنا هتكلم النهاردة عن موضوع يعني متواجد اليومين دول على اليوتيوب، وما بين حاجات على التيفي والميديا والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها، بس حاجات بصراحة ضايقتني يعني وخلتني ان انا اعمل عنها فيديو واقول رأيي الشخصي فيها. انا هتكلم الاول على موضوع برنامج اللي تم ايقاف فيه بسمة، المذيعة بسمة وهبة. انا كنت شايفة ان البرنامج دوت ملوش اي هدف ولا لي اي مضمون غير التجريح في الناس، اظهار الفضايح، حاجات ملناش دعوة بيها، يعني حاجات ملناش دعوة بيها. واحد طلق، واحد اتجوز، واحد عمل منكر، حاجات ملناش فيها. واحد مثلا كان مسطور في حاجة وانتوا بتيجوا بتفضحوه، احنا بنستفيد منه في ايه؟ فهو قرار الوقف كان قرار سليم وقرار راجح جدا، بس انا بعيب على الناس ان الناس هي اللي بتعلي نسبة المشاهدة بالنسبة للحاجات اللي دون المستوى. انا بعيب عن الناس اللي بتروح للحاجات دون المستوى، يعني اي شكلة على اليوتيوب، في القنوات، في موجودة على الميديا، في التيفي، في هنا وهنا هنا، واحد اتطلق، واحد اتجوز، واحد مش عارف ايه، تلاقي على طول هجوم ومشاهدة وبتعلوا نسبة المشاهدة على حاجات ملهاش قيمة. لو احنا جينا شفنا الحاجة اللي لها قيمة مش هنلاقي لها اي مشاهدة خالص. واحد بيطبخ ويقف ويتعب مش هيلاقي اي مشاهدة خالص. واحد بيقول كلمتين كويسين وبيقول رأيه بصراحة بدون تجريح وبدون في أي حاجة، وحاجة مفيدة هتفيدك، ما فيش أي مشاهدة. معلومة مفيدة ما فيش أي مشاهدة. الذوق العام بتاع الناس اللي بتعلي نسبة المشاهدة ديت هي اللي أفسدت يعني أفسدت عدم الصلاح. إن إحنا الطالح بنخليه صالح والصالح بنخليه طالح. طيب ليه؟ ليه يا جماعة؟ ما احنا نعدل الحاجات السيئة، الحاجات السيئة نعمل لها سيئة، لكن ما فيش تبقى حاجات هابطة ودون المستوى ونقعد نتفرج عليها زي برنامج رامز جلال ياخد، سواء بقى متفبركة او مش متفبركة ما يهمنيش، بس انها اصلا حاجات ملهاش اي قيمة وبتتاخد عليها فلوس جامدة وملهاش اي هدف، وان احنا وتيجي تشوف نسبة المشاهدة عليها على التلفزيون على التيفي او على اليوتيوب مشاهدات عالية. وتيليم انا مش عارفة ده ايه بالظبط، يعني اجي بفسره ده ايه انا مش عارفة. بالنسبة برضو للحرب اللي موجودة بين القنوات الكبيرة والقنوات الصغيرة، وان القنوات الصغيرة عايزة دعم من القنوات الكبيرة بأي تمن بأي اسلوب، والقنوات الكبيرة شايفة انها متعالية وما بتساعدش الصغيرة، ده مش مقياس. انا عايزة بس القناة مدام الحاجة ماما بطة ان هي كانت اتكلمت انها عايزة دعم ومش عارفة ايه وحاجات من دي، الطريقة نفسها غلط، لكن هي ممكن يكون ظروفها وأوضاعها صعبة زي ما كلنا ظروفنا وأوضاعنا صعبة. يعني احنا لو دخلنا أي بيت دلوقتي هنلاقي كل البيوت أوضاعها صعبة دلوقتي. احنا يعني ايه أقل حاجة اللي احنا بنشوف؟ المية، النور، الغاز، مش عارفة ايه، من عيان، من تعبان، من مات، من زعلان، مش عارفين اصلا نتفلفص من حاجات الحياة، من حاجات الحياة. لكن الطريقة اللي هي تعاملت معاها ممكن هي لحظة يأس، وربنا يهدي لها الحال ويهدي لنا الحال.
بس كان الفيديو في غير مصلحة، في غير مصلحة لو حتى يعني، وكان في هجوم وفي مع ضد او مع، انا ما كانش يعجبني لان في ناس كتير كومنتات سلبية وسلبية يعني بطريقة مش كويسة وبشتيمة وحاجات. وبالنسبة للصدفة اما هي عملت الفيديو كلامها يعني منطقي، كلامها منطقي بس لكل فعل رد فعل. وطبعا يعني انا كإنسان انا ممكن يكون هادي يكون رد فعلي هادي، وفي انسان عصبي يكون رد فعل عصبي، ويعني ردود الافعال ديت بتختلف من شخص لآخر. فبالتالي انا لو عايزة دعم اطلب الدعم من الله واستعيني بالله، وربنا ييسر لك امورك وييسر لنا امورنا احنا والمسلمين اجمعين. وانا مش هقول لك ان انا لوحدي ان انا بتفزلك عليك او كده، بس انا كواحده من الناس انا طلبت الدعم من ناس كتير ومن القنوات الكبيره ومحدش عبرني، مفيش الا قناتين، هي قناه ام احمد كنوز المصريه وقناه محا ياسر، بقدم لهم التحيه، وقناه ام محمد من السودان، فانا بقدم لهم التحيه. وللاسف يعني لما كانوا حاطوا شيروا لي الفيديو على المنتدى ما جابش مشاهده عندهم خالص، وانا بشكرهم وربنا ييسر لهم الامور، هم بيحبوا يتعاونوا مع الناس وانا بوجه لهم اي التحيه. بس عامه انا ما حدش وقف معايا، وطلبت من ناس كتير من اليوتيوب بدون ذكر اسماء بس القنوات الكبيره، سواء بكومنت او حاجه، وما حدش عبرني خالص، وما فيش حد هما يعني انا شايفه ان القنوات الكبيره ما بتساعدش القنوات الصغيره، وخلاص يعني ما في الا عليك اللي الواحد يتكل على الله ويصبر ويحتسب. في صدفة قالت انتي انا قعدت حوالي 10 شهور لما شغل و وكده، اي ماشي احنا بنشتغل وكل حاجة، بس طبعا يعني احنا بننزل وبنعمل يعني في قنواتنا بيبقى فيها شغل غير القنوات اللي ما بيبقاش فيها شغل زي التحديات والحاجات دي كلها. قنواتنا مش معتمدة على التحدي، يعني أنا قناتي أنا كواحدة قناتي مش معتمدة على التحدي ولا أي حاجة، يعني قناتي معتمدة على معلومة، على فوتوسيشن، على طبخ، على معلومة مفيدة إن أنا أفيدك وتفيدني وتفيد غيري. فطبعا وبرضه مش شافة بالطريقة اللي أنا التعب اللي أنا بتعبه. فهل أنا هعمل فيديو زي ما عملتي؟ لا طبعا. وكل بيت فيه بلاوي وفيه محتاج حاجات كتير، والشكوى الغيرة لا مزلة، وربنا ييسر لك الخير وييسر لنا الخير. أنا كنت أقول لكم بس برضو كمان كل سنة وأنتم طيبين، خلاص قدوم العيد على الأبواب إن شاء الله، وربنا ييسر لنا الخير ولكم الخير. بس أنا بطلب من الجميع إن احنا نقف جنب بعض، احنا كقنوات صغيرة يعني قنوات القنوات دلوقتي كلنا، يعني أنا كمجموعة قنوات صغيرة قنوات كبيرة، بس في ما فيش حد بيقف جنب حد، ده اللي أنا ملاحظاه. يعني انا كان قبل التفاعل في قناتي قبل تفعيل القناة كان يعني مش كويس قوي، بس كان يعني مش شاف شوية. بعد ما اتفعلت القناة قل التفاعل خالص، ومعرفش ايه السبب برضو، وربنا ييسر. وبعدين يعني انا عايزه برضه اقول للناس ان الناس بتجري تفعيل القناه ومش عارفه ايه والارباح، واول ما تتفعل هتنزل ارباح. انا داخله على شهرين ما كملتش 2 دولار، وحوالي ال2 دولار دول بينزلوا بيتناقصوا، ومشاهدات بتنزل وبتتناقص، ومشتركين بتنزل وبتتناقص. واحب اعرفكم ان انتوا بعد التفعيل
القناة دي مرحلة جديدة للقناة، ولازم تتعبي علشان تتشافي. في ناس ربنا بيديها الحظ وبيديها ان هي يسر لها الحال في اوضاعها، بتبقى رزقها، كل واحد ورزقه. والرزق بقى دوت سواء قليل سواء كتير. وبعدين الموضوع ده إلا قناة طلعت نزلت، يعني دي قناة ما هيش يعني اعتماد أساسي. أحب أقول برضو للناس اللي هم عاملة اعتمادهم الأساسي على اليوتيوب، وإن هم هيكسبوا من اليوتيوب مبالغ طائلة، لا طبعا، يبقى بتحلم. في ناس بتقعد بالسنة ونص أو السنتين أو الله أعلم أكتر من أقل من كده أو من أزيد من كده على ما يجمع الـ100 دولار والأدسنس يجيب له الخطاب والحاجات دي كلها. فأنا بقول للناس وللجميع، اللي عايز اللي معتمد اعتماد كلي على أرباحه من اليوتيوب ما يحطش أماله على دوت، لا، يشتغل ويتعب ويكد، وحتى لو بحاجات بسيطة. لو انت مش قادرة تشتغلي من بره وكده، ممكن انت تشتغلي في حاجات في البيت. في ناس بتعمل حاجات هاند ميل، وفي تنظيف خضار وحاجات، يعني حاجات من البيت ممكن ان انت تستخدميها وتعمليها، ما فيش اي مشكلة، وتساعدي نفسك. بس ما يبقاش اعتمادك الاساسي على اليوتيوب، لان اليوتيوب مش مضمون. وبعدين ممكن يبقى في انذارات، في حاجات، في حضية، في حروب، في حاجات كتيرة. فانا من خلال خبرتي الحوالي 10 شهور او اقل او اقل، ان اعتمادك ما يبقاش اعتماد اساسي. ولو ربنا يسر لك الخير وجالك منها فلوس يبقى خير وبركة، يعني ما مش وحش ان انت يجيلك منها فلوس، بس طبعا ما يبقاش انت حلمك الاساسي ووضعك الاساسي هو اليوتيوب، لان ما شيء مش مضمون. وربنا ييسر الخير لنا ولكم. وفي نهاية موضوعنا، ما يا رب ما اكونش انا تقلت على حد او ازعجت حد، بس انا بقول وجهة نظري ورأيي من غير تجريح لحد، واللي انا شفته من غير من خلال تعاملي مع الناس ومع اللي في اليوتيوب من الاوضاع اللي موجودة. وفي نهاية موضوعنا اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل يا جماعة ما اسيبكم، لو ما اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا، وما تنسوش تحطوا اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.